لا بعد الورقة يا ربي يا ولد ابعد غدا يلا من هنا كان مبين من ورا قاعده بتولع يا ولد يا ولد بس يا ولد ما له الله عليك يا شيخ هذا الليل حرق الفراش وانخنقنا الليلة وإحنا عنا 30 نفر صرنا نجيب مية ونطفي فيها والليلة تخنقوا الأطفال الصغار من سنة لسنتين لثلاثة تخنقوا كلهم الليلة إحنا بنشرد من مكان لمكان حتى الآن مش عارفين فأن هو مكان الروح بنروح بدنا نروح على المدارس بيقولوا لا ما تروحوش بنزلوا على المدارس كمان صواريخ يعني مش عارفين وين نروح احنا شردنا من شعشاع على جبل يا البلد هاي رابع مكان احنا نروح معي انا 10 نفر واختي 10 نفر وام 10 نفر مش عارفين وين نروح من القذايف والصواريخ حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ايش الذنب اللي مسوينه احنا مصريين فوق ما هم محاصريننا فوق ما هم مسكرين علينا جميع البحر مسكرينه علينا ومن الله بنطلب الرحمه احنا شردنا من اليهود ضربتنا بالقذايف في الدور وهدد الدور علينا دايما هذا فرصة
الساعه 11 في الليل اللي صار القصف وطخ وضرب. الساعه 12 ما شفنا الا الدبابات وهي بتجري حوالينا هان جنب دارنا، صارت تطخ علينا وتقصف علينا منها. صرنا نتخبى، كلنا نزلنا وتخبينا تحت، والدور صارت تنقصف حوالينا. شوف كيف الاراضي تجرفت والدور تجرفت والناس انطخت. بعدين صارت تقصف على الدور، على دار اخويا، كلها تدمرت، تشحبرت، كلها انحرقت، اولادهم انحرقوا، نسوانهم في المستشفيات. الدار هذه ما مات فيها بجي 3 شهداء الصبح طلعوها. 3 شهداء الليله كانوا. ونسوان واطفال، هيك حمل الولد على ايده، حرام، والله هذا حرام. الجامع اللي بنصلي فيه بنقول الله اكبر ينقصف. حرام. ايش نقول؟ اولادنا تشردت، نسواننا تشردت، بيوتنا احنا بننامش فيها. احنا بننامش في دارنا، بنطلع برا بننام بالشوارع. ولا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء ولا حاجه بالمره، احنا صرنا زي حرب لبنان راح نصير. يعني انا بنقول لك نقول الحمد لله وصامدين والحمد لله.